لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. نقولها تاني. لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. من عالم هو إحدى أكبر علماء أئمة العلم، الإمام الشافعي. ذكاء إن ربنا يوهبك بيه هتبقى موهبة من الرحمن عز وجل، يا إما تكون شخص عادي بس هتركز وتصبر علشان توصل لدرجة الذكاء. إنما الحرص والاجتهاد هو سعيك واجتهادك لطلب العلم. المجتهدين نصيب. بلغة يعني إيه؟ هو مبلغ الإنفاق اللي أنت بتستثمره في نفسك علشان ربنا يكرمك بيه ويعليك. مبلغ الاستثمار ده هو مبلغ لازم يمر بيه أي طالب علم. استثمار اللي أنت هتستثمره في نفسك بعد كده هتترقى في سلم درجات العلم. ديت ليها منزلة، ربنا يعوضك أضعاف المبلغ اللي أنت هتستثمره في نفسك. صحبة أستاذ، صحبة أستاذ هياخدك بخبرته العلمية للدرجة اللي أنت عايز توصل ليها. بيقول لك بلغة، أنت تنفق وتصرف من الاستثمار بتاعك علشان تبلغ من العلم خبرة. صحبة أستاذ جت بعدها على طول علشان يكون معاك سند إن هو يوصلك للسلمة اللي أنت عايزها وتعلى أعلى المناصب بعد كده إن شاء الله. وطول زمان، طول زماني هو الصبر على العلم لحد ما توصل أعلى المناصب إن شاء الله. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.